جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المصلي إذا أراد أن يصلي السنة يتحرك من مكانه الذي صلى فيه الفرض إلى مكان آخر، ما الحكمة في ذلك؟ لم يثبت دليل في انتقاله، ولكن إذا فعل هذا فلا بأس من أجل تكثير مواطن العبادة. يقول بعض الفقهاء إنه يستحب لأجل تكثير مواطن العبادة، ولكن في الواقع لا دليل صحيح على هذا. نعم.